وإن كان خلف هذه الابتسامة ما يعكرها إلا أنها تستمر، فالأطفال المصابون بالسرطان يحتفلون بمناسبة اليوم العالمي لمرضى سرطان الدم هنا في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع مستشفى الصداقة الحفل الفرائحي بمناسبة اليوم العالمي لمرضى سرطان الدم. نتمنى على الجميع، حكومة وأهل خير وداعمين، منظمات مجتمع مدني، وكل من يستطيع أن يدخل الفرحة والسرور على هؤلاء الأطفال الذين ابتلاهم الله، نسأل الله لهم الشفاء ولنا ولجميع المسلمين. الحفل الذي أقيم في مديرية المنصورة في قسم سرطان الدم بمشفى الصداقة التعليمي كان أثره واضحاً من خلال المتعة التي غمرت هؤلاء الأطفال والبهجة والسعادة التي زرعت في قلوبهم. كان يوم جميل رغم المأساة التي شهدناها بسبب أوضاع الأطفال، خاصة أنه القسم نفسه يعاني من نقص شديد في أشياء كثيرة. نتمنى أن ندخل البهجة والسرور في نفوس الأطفال. من خلال هذه الفعالية حرص القائمون على أن يقدموا رسالة حب وسلام، بالإضافة إلى توجيه دعوة للدعم والاهتمام بمرضى سرطان الدم، خاصة الأطفال الذين يكافحون مع أسرهم من ذوي الدخل المحدود لتلقي علاجهم كجرعات أو تمديد على أمل الحياة أو اللا حياة. أقول للناس كله أوقفوا مع الأطفال، كونوا مع الأطفال قلبا وقالبا، أزرعوا الفرحة فيهم، لأنه فرحة الواقع غير موجودة ولكن فرحة الطفل هي الأساس. بالرغم من معاناة الألم والنقص في وسائل العلاج المستخدمة والأساليب المتواضعة التي يتلقونها، إلا أنهم يبتسمون ويسعدون ويعيشون حياتهم لحظة بلحظة. ولكن هذا لا يخلي مسؤولية الجهات المعنية بتوفير مساحة من الرعاية وتقديم دعم كاف لعلاجهم، فأطفال جيل اليوم هم أمل الغد. حنين جمال، بلقيس، عدن.